مرحبا بكم ألف مرحبا في فيديو جديد. اليوم كيف مشيتوا البارح؟ مشينا لواد درعا، الفم ديال واد درعا، يعني مشينا المصب ديال واد درعا اللي هو أطول واد في المغرب. واليوم حنا غادي نمشيو نصيدوا عاوتاني في أخ في النير من طنطان. غادي لأخ في النير، واحد المنظر خطير بزاف، كاين الضبابة، شاهدنا الضباو ديال الضبابة الأمامية والخلفية. شوفوا واحد المنظر غادي يعجبكم بزاف، شوفوا واحد المنظر صحراوي كما كتشوفوا. خصنا ضروري نخلي واحد المسافة الأمان اللي طويلة بزاف، ماشي بحال الأيامات العادية. كيفما كتشوفوا هنا الضبابة بزاف ما بين طنطان والوطية. دابا خصنا ندوزو على الوطية. الوطية واحد المدينة صغيرة قبالش طنطان، اللي معروفة بالسياحة ومعروفة أنها مقابلة مع البحر. أما بالنسبة لطنطان داخل شويه على البحر، بعيد على الوطيه بشي 22 كيلومتر. دابا نقربوا شويه لقدام عند دوك الناس، اللي هذاك الكاميو اللي قدامنا، ولكن كيف ما كتشوفوا الضبابه بزاف. نديرو عاوتاني سوي كلاص، نشوف شنو كاين، شوف كتجمع الضبابه. كندير لها سوي كلاص. دابا غادي ب 96، غادي نقصو شويه. قدامنا واحد الكاميو، ما نقدرش نضوبلو حيت كاينه الضبابة، وما كيبانش لينا شنو قدامنا. حتى عرفتو السرعة اللي غادي بها اللي هي 70. دابا نمشيو للوطية باش ناخدو الطعمة ديالنا. من بعد ان شاء الله ملي ناخدو الطعمة راه نتوجهو لأخ في النير. ولا ما لقيناش الطعمة في الوطية، لا ما لقيناش الدودة، ما لقيناش السردين، غادي نمشيو للوطية، نمشيو للأخ في النير ونشوفوا شنو نقدروا ناخذوا تما. خوتي مرحبا والف مرحبا. دابا وصلنا واحد المصيد كاين في اخ في النير، تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. ومعنا طلال تريب فيشينغ، اللهم بارك وزيد في ذلك. قال لي راه عندنا ويلات، تبارك الله تبارك الله. انا اللي بغيت نعرف كيف ملي كتجيبوا هاد سميت هاد العكريج وهاد العيبات. هاد من سبب الحرشه، ما عرفتش فين جات الحرشه. ماشي قد تسمى الحرشة، أي بلاد في السطوحة كيكون القمرون وكيكون العقرش، مالية كبيرة كنجمعهم في الخويا. والسردير، السردير فيما نقلب عليه ما نلقاش، يقول لك جي لي في العشية، جي لي في هذا. السردير كتسمى تلقى لي شوية مدايرة، هادي ما ديري الإضراب. فهمت شنو القمرونات؟ لا ما تخافش عليا بو سعيد، خطأ والمخلالي جاي تبارك الله، اللهم بارك. وياك تحرك فيها شي موس ولا شي معلقه با سعيد، راه جايب لها اللعيبه ديالها. اخويا زيد دير لها هاك، راه عارف احنا طباخه. ايوا ما نخافش عليك. دابا ليكيبمون حنا دابا حاليا وقفنا مونطينا لا كانابيش ديالنا 3 بياس. هنا كتكون الكوربين وكتكون الدبدوب. ها الفسخه ديال بصح ما عرفتش فين تخشيت. ها هي كتجي هنا الناس راك شوفوا كيف كان عندي واحد العقريش بالليل، شفتو شي نتو هز البيض على هكا. كما كتشوفوا دابا بدلنا العطريس بلاطريس اخر نمره 28، كان عندنا العطريس غليظ شي شويه ديال 40. وقادينا دابا الطعمه، درنا السردين ودرنا بلومو ديال 80 خريدوري كيف ما كتشوفوا، ودرنا هنا السردين شمطناه مزيان، خلينا فيه سنار لداخل. حنا دابا نمشيو نصيدو. فاترو مرحبا بكم، قسم القهوة موجودة، اتاي موجود، اومليت موجود، كلشي موجود. يلا زيدو. Yeah.
بيناي خوت واحد الحوجه زوينه هاد بو سعيد هاديك جبده ودي الريس اجباب من العلاوات شنو يا بو سعيد ابلغ 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 زين ابلغ وسط هذيك المسيره هذيك السفاوه نشوف هذا ابلغ من العلو عندك هي دينا هي جايه زيد يا كبيده زيد 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 الله مشي شد الحوته اشحال قريح يا سهل زين تبارك الله بالصحه والراحه ودي ابو سعيد خير وبركه والله العظيم الى الخير والبركه خليكم معنا مازال نهار طويل هادي حوته ديالي هو غير طلع عليا هادي ديالتي انا هاي ولات هاي دكاتني شنو هادي الكبيره ديالك كتكون هادي عمشة طيبة عمشة طيبة ان شاء الله صافي اكبر من الاخرى تا هادي ديالتي تا هي ديالي ياك صيتي ماشي هاي تبارك الله زوينه تبارك الله هادشي شوفو خوت هادشي راه ماشي لي صيتي المدام هي صيتي الله غنفلس عليك صراحه راه شفتي انت اجي يا بيرا درع عليا كي داير المهمه يلا يا جماعه خير صحه والراحه ابو سعيد مازال خير مازال خير فارس اسمح لي بسم الله هذه المدعيه ابلاغ اولا النبيره لولو مشتي يا هادي هذا هو الغريب هادي ماشي النتوه ديال الدرعي هادي الفامي ديال الدرعي بزاف ديال الناس غالطين كيقول لك هادي لا فوميل ديال الدرعي مني كتكون هادي لا فوميل ديال الدرعي علاش بعض المرات كنلقاو مزيودات فيهم الحليب ومزيودات فيهم البيض ولا الدرعي حتى هو كذلك كنلقاو مزيودات فيهم الحليب ومزيودات عاوتاني حتى هما فيهم البيض للتصحيح كذلك المهم خوت هذه ابلاغ من لا فامي ديال الدرعي ماشي لا فامي ديال الدرعي خليكم معنا مرحبا بكم الف مرحبا اليوم الحمد لله صيد جوج ولكن واحد السيد تبارك الله صيد تقريبا شي 13 كولتور ما عرفتش 20 حوت تبارك الله فيهم الابلاغ شنو 13 شحال اكثر وقيلا؟ قبيله قل قل ها انت سيري شوفي ماشي 20 سيري شوفي شحال راه بزاف وي ماشي 20 سيري شوفي الخمسه شحال ولات سيري شوفي خو تبارك الله شوف 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 شحال ديال الحوت
واحد السيد صيدو سميتو سعيد. وكاين هنا ابلاغ، كاين هنا ابلاغ، كاين هادو حتى هما شحال ديال الحوت. اجي نوريكم تبارك الله شحال صغير. شوف تبارك الله، تبارك الله شحال ديال الحوت. صبر صبر صبر، ها انت اخويا، ها انت اخويا، بغيت تصور. ها انت شوف تبارك الله، ها ابلاغ لولو مشتي. يا خليبي واش هذه الخليطه؟ بغينا نوري السيد راه كيفيلمي. شوف تبارك الله، شوف ابلاغ كاع تاوش. بنس دير لي بنس. السول الصنار اش كندير لي؟ كيشدو بيدو كيبقى يتلول، كيجي كندير كنحك. هو تحكموه من العنقره ديالو. كيقول لك ماشي يدير، كيقول لك لا متخاف، كيقول لك ماشي يدير عندك راه لقار. هادشي عض عنده كيعض كيعضو ويدور. إلا شد ما كيطلعش. إيوا واش قلت لك أنا كيعض ولد الحرام. شوف تبارك الله على السي سعيد. ها؟ قلت لك تبارك الله على السي سعيد. اللهم بارك. سي بدر با سعيد تبارك الله الخير هذا. غير هو اللي بغيت نقول لكم الخوت، هذا الخير هذا راه الحوت راه ما كاينش بتاتا. ملي كتكون الكرمه في العلاوات راه الحوت ما كيكونش، كيكون قليل. ولكن قول لي شنو السر ديال هذا الشيء هذا؟ ما شرحتيش لينا صح. كيفاش السر حتى طلعتي هاد اللعيبات هاد؟ عطيني السر ديالهم كيفاش. السر ديالهم خاصك دير بلومه خفيفه. علاش ما ديرش انا كندير لك بلومه كبيره، علاش خاصني خفيف؟ حيت الحوت كي تيلعب مع البلومه. تيلعب مع البلومه، كيلعب كيبغي الخف. الا كانت ثقيله كيحس بالثقل، ما كيبغيش ما كيزعمش عليها. فهمت، خاصو يهز السناره وداك الشيء يجبدها. يحس بحال ما كايناش الطعنه، ما كاينش البلومه. فهمت، ما كاين السناره زعما كيعيق، تيحس هو ولد الحرام. فهمت فهمت، يعني ديري بلومه صغيره. انا نيت غير عاد شيشه. دابا كل حوتو كيفاش كيتصيد. سمعت يا خويا ايوب، كل حوت كيفاش كيتصيد. والانسان كياخذ هذه الخبره، هذه الاكسبيريونس كياخذها المده مع الوقت. مع الوقت. دابا هو عرفتي شحال تا هو ضاع عليه وشحال ضاع. ضاع عليا انا. ضاع ديالنا ولا ديالو؟ لابد من الضياع. اللهم بارك.